يدي للموسم حرك ناد ابو عبيد الله يرحمه كان باقي حي راجلك الا ابو عبيد كان باقي حي قرعد وهذا الحاج مصطفى قالوا لولدي ودي بغيتنا عود جديد هذا العود ما مساويكش عقبنا ولدي هذا حسن المقدم قال لي ما يخرج هذاك الجدع تنشري عود مشات الجمعة ولا فين مشى الحاج مشى السطاط لا مشى المرة ولا مشى الفوكو وما تقعدش مع مولاه وعقب جا السطاط خذ لي هذا دركا هو العقل هو العينين عزيز عليك عزيز عليا وليدي فوق القياس هذا عود دهم عود دهم مولاه عزيز وهو عز منه ويني دابا تي مقابله تي مقابله مقابله هنا مقابله هنا وعيالات ولادي وما نغفلوش عليه وعزيز علينا ولا ما رقبتش عليه مع الصباح ما نصيب راح تنرقب عليه ونشوفه عاد نتهنت ومن يكون ولدك يتفاورد يعني ووليدي ما نقولش لك من يكون يتفاورد راه كون نصيب انا راه ديك النهار تفت التلفازات كتخطب على هذا الخيل وكتقول هذاك الكلام وانا مقابله التلفازه ونكد وملي يحنحن هو نفيق وخمرت كنكم عادي هو العقل هو العينين ما وقتاش يحنحن عطش يحنحن جاع يحنحن وتعرفيه راجع نعرفه نعرفه نقول لي من وضع العود كيحنحن عابد تحنحينه تعرفه عابد تحنحينه نعرفه كان عطشان نعرفه كان جيعان نعرفه بغى يركب عليه عريس ما كنقلعوه ليه بغى يدوه للمواسم ما كنقلعوه اداه ود الحاج مصطفى للدار البيضاء معمولي الخيل ما كنقلعوه حتى واحد كلها سراحنا واولاد خليفه كل شيء يدوه ولا نقول لك رخيص عليا ما تغرني فيه لا ماكله لا والو حاجته هو مفاوبره وما اللي نرقب عليك نصيب Thank you.